السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كتافه رفع علم بلاده أسطورة الكرة المصرية والعالمية النجم المصري محمد صلاح. هنتكلم النهاردة عن تتويج النجم المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي وتصريحاته بالخصوص ده، وهنتكلم عن الموقف المحرج اللي تعرض ليه النجم محمد صلاح بصوت طلب غريب من مذيع. كل التفاصيل دي معايا النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. النهارده هنتكلم عن حفل تتويج النجم المصري محمد صلاح ونادي ليفربول بالدوري الانجليزي. ظهر النجم محمد صلاح النهارده وهو شايل علم مصر على كتافه، وعلق محمد صلاح ان ده يوم تاريخي لان نادي ليفربول بقاله 30 سنه ما خدش الدوري الانجليزي، وان الكل هنا فرحان. وقال محمد صلاح انه كان بيتمنى ان يكون في جمهور في الملعب، لكن هم اتاقلموا على الوضع ده، وان ان شاء الله السنه الجايه يكون في جمهور وان هم يقدموا مستوى احسن. وكمان يعتبر النجم محمد صلاح اول مصري يحصل على الدوري الانجليزي. والنهارده كان حفل تتويج نادي ليفربول بالدوري الانجليزي بعد فوزه على نادي تشيلسي بنتيجه 5-3. والملفت للنظر النهارده ان كل منظمي الحفله كانوا لابسين الكمامات، ولما سالوا المذيع عن وزن درع الدوري الانجليزي رد عليه محمد صلاح وهو بيهزر معاه وقال له هو تقيل شويه بس هنقدر نشيله. تعال نشوف جزء من الفيديو ونرجع تاني. على الميداليه كيف لقيتها؟ انت شايف الشعور كله بقى؟ الحمد لله اكيد مبسوط جدا. يوم تاريخي بالنسبه للنادي وبتاع، حققنا حاجه يعني بعد 30 سنه، فاكيد مبسوط الحمد لله. زي ما انت شايف الاحتفال كل الناس مبسوطه، نتمنى طبعا الجمهور يبقى في الملعب، بس خلاص يعني بنتاقلم على الوضع وان شاء الله السنه الجايه نحتفل مع الجمهور. طيب والكأس هل كانت ثقيلة مثل ما توقعتها بالوزن؟ شوية بس نقدر نشيلها يعني شوية. وبعد ما شفنا الفيديو هنتكلم على الخبر الثاني، الطلب الغريب اللي طلبه المذيع من محمد صلاح. النهارده المذيع طلب من محمد صلاح الميدالية اللي هو كان لابسها بسبب تتويجه بالدوري الإنجليزي. فمحمد صلاح قال له خد يا عم شوفها اهي. فالمذيع ما شاء الله قعد يقول الله الله يا عيني يا عيني. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني. إيه؟ لا نشوف الميدالية. لا ما تعطيني إياها. لا يا عم شوفها. You wanna with me or without me? Ready? وزي ما حضراتكم شفتوا محمد صلاح اتحرج عشان هو راجل محترم واداله الميداليه يشوفها، بس واضح ان كل اللي كانوا حواليه كانوا شبطانين في الميداليه. وفي نهايه كلامي احب اوجه رساله تهنئه للنجم المصري محمد صلاح لحصوله على الدوري الانجليزي. ولحد هنا كان دي نهايه اخبارنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.